الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم عليكم وعلى عوائلكم الطيبة إن شاء الله. سنكمل في الفصل الثاني محاضرات مادة الجيولوجيا الطبيعية، وإن شاء الله سنتكلم اليوم عن موضوع الوذرينج اند سويلز. الوذرينج اند سويلز اللي هو المقصود ب التجوية اللي تتعرض لها الصخور او المعادن اللي مكشوفة على السطح او اللي تكون قريبة من السطح. زين، فراح احاول قدر الامكان انه نشير بشكل غير تفصيلي عن المواضيع، ويبقى التفاصيل انتم تبحثون عنها. زين، هذا المخطط يمثل محاضرتنا اليوم. سنتكلم عن الوذرينج اند ترانسبورتيشن اللي هو انتقال بعد تكسير وتحطيم الصخور، ثم الاروجن التعريه اللي هي ايضا هي تعتبر عمليه تكسير وتحطيم لكن مع نقل مع عامل الترانسبورتيشن، وثم نحتاج انه هذه المواد من تنقل الى فضاء معين راح يجينا العامل عامل الديبوزيشن اللي هو الترسيب، ثم اخر عامل اللي هو الدايجنسيس اللي هو عمليات التحويريه او عمليات التحويل اللي نوعتها راح ينتج عندنا خلينا نقول الصخور. زين، التجوية الوذرينج بها نوعين، او نعرفها قبل هذا نذكر النوعين. تعريف الوذرينج هي عمليات تحصل process at or near earth surface that cause rocks and minerals to break down. بمعنى هذه العمليات هي تحصل على السطح او قرب السطح وتؤدي الى تكسير وتحطيم الصخور والمعادن. اما النوع الثاني اللي هو الاروجن التعرية هي عمليات ذكرناها، عمليات ازاحة وعمليات تحطيم بنفس الوقت للصخور والمعادن. تلاحظ from their original sites يعني من موقعها الاصلي الى مكان اخر. زين، ذكرنا الوذرينج هناك نوعين او ثلاثة انواع بالحقيقة. النوع الاول اللي هو الميكانيكال وذرينج، والنوع الثاني الكيميكال وذرينج، وهناك نوع اخر نسميه بالبيولوجيكال وذرينج. زين، شو نقصد بالميكانيكال وذرينج؟ الميكانيكال وذرينج هي عبارة عن عملية تجوية فيزيائية او ميكانيكية. من خلال هذه العملية راح يحصل عندنا تكسير وتحطيم الصخور والمعادن الى smaller pieces، الى قطع صغيرة without altering its composition، بدون تغيير التركيب الداخلي لتلك المواد لتلك الصخور او المعادن. اما النوع الثاني الكيميكال weathering، هنا راح يصير process that change the chemical composition of rocks and minerals. اذا الفرق بيناتهم راح يحصل هناك عندنا تغيير بالحجم، واما بالنسبه للكيميكال راح يحصل عندنا تغيير بالتركيب الكيميائي للصخور او المعادن. زين، ما هي العمليات اللي تاثر لي او تكون هي انواع او انواع التجويه الميكانيكيه؟ اولا بالحقيقه عندنا الفروست وودنج اللي هي خلينا نقول شو نسميها بال يعني نسميها بالفريزينج او نسميها بالتبريد والهيتينج، الحراره او البروده اللي تحصل خلينا نقول مع الصخور. هسه راح يكون شرحها مع الاشكال. وايضا عندنا ثيرمال اكسبانشن اند كونتراكشن والتمدد الحراري والانكماش، وايضا عندنا الميكانيكال اكسوليشن اللي هو التقشير الميكانيكي، وعندنا ايضا الابريشن باي ويند ووتر اور جرافيتي، الاحتكاك يحصل بواسطه الرياح والمياه والجاذبيه، واخيرا اللي هي البلانت جراوث. زين،
هذا النوع الفروست ووجينج، هذا النوع هو بالحقيقة هنا بهذه الصورة ممكن يكون واضح. أول ما يحصل بهذا الشكل يحصل عندنا أنه الصخور يكون فيما بيناتها جوينز، يكون فواصل مثل هذه مثل هذه. بعد ما يحصل عندنا يصير عندنا الرين، يكون عندنا أمطار، راح تبدي هذه المياه تتخلخل أو تدخل ضمن هذه الفواصل. لكن المهم هذا العامل أنه المياه بعد ما تنخفض درجات الحرارة راح ينجمد، وهذا الانجماد احنا كل احنا نعرف، وبهذه التجربة تحصل عندنا بالبيوت المجمدة او بالثلاجة، انه بعد انخفاض درجات الحرارة الى درجات حرارة معينة راح يحصل عندنا هنا تمدد بحجم المادة بالمياه، وبالتالي هذا التمدد راح يؤدي الى انه تلاحظون هنا صار ايس، صار ثلج، وبالتالي هذا التمدد راح يضغط على الصخور من جوانبها، وبالتالي راح خلينا نقول يوسع لي الجوينت، يوسع لي الفاصل، وبالتالي راح يكسر لي الصخور. هذه احد انواع التجويه الميكانيكيه. هنا ذا تلاحظون ايضا بالتربه موجود عندنا الفروست ووجينج اللي هو هذه عباره عن كريستال، ايس كريستال موجوده بين الصخور، وهذه تعمل على تكسير الصخور. النوع الثاني اللي هو thermal expansion and contraction، هذا اللي شنو اللي يصير هنا؟ بسبب repeated heating and cooling of materials، يعني بسبب انه اعادة الحرارة والبرودة على المواد، راح شي يسبب لي هنا؟ يسبب لي cause rigid substances to crack and separate، يعني بسبب انخفاض درجات الحرارة، يعني جسم اللي هو الروكس راح تتعرض عليه درجات حرارة منخفضة ثم درجات حرارة مرتفعة وهكذا، هذا يؤدي الى انه هذه المادة راح تتكسر ثم تنفصل. زين، عندنا النوع الاخر اللي هم نسميه بالاكسفوليشن او التقشير، اما as underlying rock layers are exposed there is less pressure on them and they expand. بمعنى عندما تتعرض الصخور المنكشفة إلى ضغط قليل معين on them and they expand، وهذا الضغط أيضا شنو راح يزداد، يتمدد، راح شو يصير عندنا؟ راح يصير عندنا this causes the rigid layers to crack، نفس العملية السابقة تقريبا، انه هنا راح شو يصير، لكن الفرق انه هنا بسبب الضغط اللي يحصل على الصخور اللي هي تكون عادة قريبة او المكشوفة exposed، المكشوفة من السطح مثل ما نشوف هنا قريبة من السطح، راح هنا تحصل عندنا انه تكسرات بهذه الصخور، وبالتالي to slide off، راح تبدي تتزلق. زين، هذه العملية تشبه similar to peeling of outer skin layers after a sunburn، بمعنى يعني تشبه هذه العملية هي جلد الإنسان، الجلد الخارجي عندما يتعرض إلى عمليات معينة يتقشر اللحظة، أو مثلا عمليات السنبيرن، عمليات الحرق بواسطة الأشعة الشمسية. زين، وهكذا، ودائما النتيجة مالته هي يشبه شكل فورم أدوم القبة. زين، مثل هذا الشكل. زين، وعندنا أيضا الابريشن اللي هو الاحتكاك، moving sediments or rock sections can break off pieces from a rock surface they strike، حركة الرواسب sediments أو الصخور moving sediments أو الصخور sections can break off pieces from a rock surface they strike، يعني عندنا الرواسب أو الصخور اللي تتحرك على السطح راح شو تسوي؟ ممكن أنه تكسر لنا الصخور اللي جاي تتحرك عليها. زين، the sediments can be moved by wind or water and the large rock sections by gravity.
يعني هذه الرواسب هي حركتها بواسطة الرياح والمياه. Abrasion أو الاحتكاك وهو يعتبر ضمن أنواع التجوية الميكانيكية، وهذا النوع من هذا النوع من أنواع التجوية الميكانيكية طريقة عمله أو مبدأ عمله هي عبارة عن رواسب تكون منقولة بواسطة المياه أو الرياح أو الجاذبية، وعند انتقالها من منطقة إلى منطقة راح يعني يصير بها عملية الستراي اللي هي عملية ضرب السطح الصخور الكبيرة، وبالتالي هذه الاحتكاك راح يولد إلى تآكل مثل ما نحصل نلاحظ بهذا الشكل. مثلا نتيجة الرواسب المنقولة بالوان بالرياح راح نلاحظ هذا الجسم الصخير الصخري الشاهق اللي هو موجود في منطقة مرتفعة ومعرض للرياح، بالتالي نلاحظ التجوية داير ما دايرة تبدي تأثر عليه. هذه نوع آخر أيضا بالمياه والرياح، اثنين هاتين عاملات تجوية ميكانيكية. وأيضا عندنا نوع آخر من تجوية ميكانيكية اللي هي البلانت جراوت. بالحقيقة البلانت جراوت هي عبارة عن جذور الأشجار الكبيرة تكون عادة ناعمة، فعندما تبدي تنمو للأسفل راح تحاول تبحث عن أي مكان صغير تنمو بداخله، ثم عندما تنمو أكبر راح هذا خلينا إحنا نسميه بالعامية جذع النخلة راح يبدي يكبر ويزداد حجمه، زيادة الحجم راح تودي إلى أن تنتج عملية التجوية الميكانيكية اللي هي حصيلتها كسر الصخور مثل ما نلاحظ بالشكل. أيضا هذه التجوية الميكانيكية راح ينتج عنها زيادة increase in surface area. نلاحظ لو كان في الحالة الأصلية الجسم الأصلي أنه الحجم مالته بهذا خلينا نقول بهذه الأبعاد، راح نلاحظ انه بعد ما تكون ناتج التجوية زيادة حجم المساحة السطحية للجسم، وهذا بالتأكيد هو ناتج عن الفراغات اللي راح تحصل بين السيدمنتس او الرواسب او المواد اللي نتجت من الجسم الصخري الواحد. زين، راح نتكلم اليوم عن موضوع آخر اللي هو التجوية الكيميائية، واللي هي تختلف تماما عن التجوية الميكانيكية. والتجوية الكيميائية بالحقيقة احنا ذكرنا بالتعريف انه هي عبارة عن تغيير يصير بالروكس او المينرالز، لكن هذا التغيير يصير في خلينا نقول تغيير chemical composition، تغيير داخلي او تغيير بالتركيب الكيميائي للمادة. واذا نقرأ هذا التعريف is changing the chemical structure، اذا هو تغيير بالتركيب الكيميائي of minerals بالمعادن by removing and or، شوف and or adding elements يعني ازالة واضافة او ازالة فقط او اضافة فقط. زين، أنواع التجوية الكيميائية ثلاث أنواع، هي dissolving أو dissolution اللي هي الانحلال أو التميّع، والنوع الآخر اللي هو oxidation اللي هي الأكسدة، وعندنا أيضا hydrolysis اللي هي التحلل المائي. النوع الأول اللي هي dissolving أو dissolution اللي هي قلنا عليها الانحلال أو التميّع، باختصار شديد هذا النوع من أنواع التجوية الميكانيكية. قبل لا أشرحه خلي أتفق على نقطة معينة. بالحقيقة كل عنوان من هذه العناوين هي يحتاج لها أكثر من يعني من معلومات، هذه الخمسة أسطر ما توفي العنوان، تحتاج تفاصيل أكثر وأكثر وأكثر، وهذه راح يكون عليكم، لكن احنا نعطيكم رؤوس الأقلام عن كل موضوع. هسه نجي لهذه الديسولفينج، قلنا الانحلال هو عبارة عن بشكل عام التجوية الكيميائية نحتاج الماء
بشكل عام التجويه الكيميائيه دائما نحتاج وجود الماء للتفاعل مع المينرالز او مع الروكس. زين هاي الديسولفينج شنو راح يصير بها؟ عندنا ماء زين water oven containing acid from dissolved carbon dioxide. يعني احنا عندنا الماء مذاب بداخله ثاني اكسيد الكربون. هذا ثاني اكسيد الكربون الماء يجي المعدن على سبيل المثال معدن الكالسايت مباشرة will dissolve minerals from a rock body. هذا المعدن اللي موجود بالروك بودي اللي هو قلنا مثلا الكالسايت راح من يلتقي بالماء اللي هو المذاب بثاني اكسيد الكربون مباشرة راح شنو يذوب هذه المعدن اللي هو الكالسايت، ونتيجة ذوبان هذا المعدن راح يترك لنا ما يسمى بالسينك هولز اور كيف فيتشرز، التكهفات يسموها او يسموها such as stalactites and stalagmites اللي هي يسموها بالهوابط والصواعد. والمثال على ذلك مثلا هذه التكهفات، هذه بالحقيقة فراغ هو كان ما موجود، لكن بسبب تفاعل الحامض اللي هو ثاني اكسيد الكربون والماء مع المعدن اللي هو ذكرنا مثلا الكالسايت راح يؤدي الى اذابة المعدن و مع الماء، وخلينا نقول يبدي ينتقل من هذه المنطقة الى منطقة اخرى ويترك مكانه تكهف او فراغ. هنا عندك مثلا هذه الهوابط اللي هي عبارة عن كالسايت يبدي يذوب ويتكون شلون هنا المخاريط او الانابيب، وايضا عندنا هذه نتيجة النوع الاخر اللي يسموها الصواعد، ونتيجة ذابة كربونات الكالسيوم من مناطق مرتفعة الى مناطق راح ينتج عندنا ما يسمى بالصواعد، وايضا ممكن يلتقن سوية ويكون عبارة عن اعمدة. زين هذه ما يسمى بعملية dissolving او dissolution، وبالتأكيد هذه موجودة في طبقات الارض اللي يتعامل معها المهندس النفط عند حفر الابار، وممكن يسوي لنا ما يسمى باللوسز والجين وغير ذلك. زين النوع الاخر اللي هو اسمه الاوكسيديشن او الاكسده، طبعا هذا واضح عندنا هو عباره عن حديد اللي موجود عندنا بمنازلنا بغيره عند التقاء بالماء او الهواء، يعني حديد يلتقي بالعنصر الاكسجين راح يسمى او ينتج ما يسمى بعملية الاكسدة، واللي هو فقدان عنصر من خلينا نقول الحديد، وبالتالي يتكون عندنا اكسيد الحديد، واللي هو لو اخذنا مثال على ذلك مثلا عندنا الرون كونتينينج مينرال بايرايت، الحديد اللي موجود او محتوى ضمن معدن البايرايت راح يتكون فورمز ارستي كولرد مينرال، راح يتكون عندنا معدن يكون لونه مصدى او احنا بالعاميه نسميه الزنجار، وهذا المعدن ايضا له تسميه اخرى جيولوجيا يسمونه بالليمونيت. وممكن ان نشوف الشكل مالته، هذا الشكل مالته البايرايت هو احد انواع المعادن، ممكن يتعرض الى الحديدية ممكن يتعرض الى الاكسدة، وبالتالي يكون شكله بهذا الشكل قد يكون احمر او برتقالي. زين والنوع الاخر اللي هو الهيدروليسيس اللي هو التحلل المائي، وهذه عبارة عن عملية تفاعل تحصل ما بين الماء الهيدروجين ايونات الهيدروجين وايونات الاو اتش او الهيدروكسيل مع المعدن، وفعل راح ينتج عندنا
معدن آخر مثلا على سبيل المثال عندنا مثلا معدن الأنهيدرايت. معدن الأنهيدرايت عند التقائه بالماء يعني راح يتحول من معدن صلب إلى ترطيب معين، راح يعني الماء يعني يصير بترطيب، وبالتالي راح يتكون عندنا معدن آخر اسمه الجبسوم، معدن الجبسوم، وهذا أيضا موجود عندنا بطبقات الأرض. وأيضا مثال آخر على ذلك مثلا الفلدسبار، معدن الفلدسبار عند التقائه بالماء راح يتكون عندنا معادن طينية أو نسميه بمعدن الكاولينايت كلي. زين، عوامل التجوية الكيميائية مثلا عندك الكليمايت اللي هو المناخ، كل ما يكون المناخ wet and warm راح يسوي maximizes chemical reactions، راح يزيد لنا من التفاعل الكيميائي. ايضا عندنا plants and animals الحيوانات والنباتات يساعدن ايضا على التفاعل مع الصخور، والسبب في ذلك لانه يفرزن مادة تساعد على الصخور. ايضا عندك time longer contact means greater change، كل ما يزداد الوقت كل ما راح يؤدي الى كبر التغييرات او زيادة بالتغيير بالنسبة للتجوية الكيميائية. ايضا عندك المينرال كومبوزيشن، some minerals are more susceptible to change than others، يعني معادن تختلف من معدن الى اخر ب خلينا نقول التجوية الكيميائية. وبالتأكيد هذه نقطة مهمة جدا، كل الأنواع الثلاثة اللي ذكرتهم كل واحد له فت خاصية، يعني أقصد معادن معينة تتفاعل مع هذه النوع من التجوية الكيميائية. زين، عندنا الإروجين ترانسبورت أجينس أور فورسز، خلينا نقول هي عمليات النقل اللي تحصل التعرية، ما هي عمليات النقل؟ أيضا أولا عندنا الووتر الماء، والووتر يعني اقصد الرين مطر، اقصد بي ستريمز اند ريفرس انهار، وممكن الاوشين داينامكس ديناميكية المحيطات، الايس انجليشرز الجليد، وايضا عندك الويند والجرافيتي الرياح والجاذبية، ذني عوامل النقل، عوامل النقل للتعرية. عندك مثلا الستيمز الانهار، هذه تلاحظ هنا شوف الانهار صاير بشكل منتوي، اكيد بالتاكيد بدأ ما كان بهذا الشكل لكن مع الوقت اصبح بهذا الشكل. اللي نريد نقوله هنا جريان ماء جاري flowing water، شي راح يسوي؟ راح يرفع ويحمل معاه شنو؟ small sediments مثل salt and sand. اذا هو هذا النهر عنده قابلية انه ينقل المواد. وأيضا هنا أكو ملاحظة مهمة جدا، نلاحظ بهذا الشكل، إذا تلاحظ لي بالخطوط اللي لونها أصفر بهذه المنطقة، بهذه المنطقة زين، راح نلاحظ إنه where water moves more swiftly there will be more erosion، يعني بهذه المنطقة راح يصير تعرية واحتكاك مع هذه الجرف، وبالتالي زيادة بالتعرية، لكن لون الأحمر لاحظ where the water slows down sediments will be deposited، لكن بهذه المكان، راح نلاحظ إنه جاي يصير عملية ترسيب هذه المنطقة وعملية تعرية بهذه المنطقة، ترسيب وتعرية، ولذلك لاحظ إنه النهر يبدي تزداد الالتواءات مالته. زين، ايضا عندنا المحيطات التايدل اكشن اند ويفز، المد والجزر والموجات، ايضا هذه عندها قابليه انه تعمل عمل التعريه او التجويه. ايضا عندنا المحيطات جليشرز ار لارج ايس فيلد ذات سلولي فلو داون هيل اوفر تايم، يعني عد ما يتغير الكلايمايت او المناخ راح يبدي شي يسوي، يصير عندنا هنا ذوبان بالجليد، وبالتالي راح ينتقل مناطق مرتفعة لمناطق منخفضة، راح شنو وياه يسحبه وياه مثل الصخور وغيرها، وبالتالي ايضا هو عامل ناقل. ايضا عندك الويند او الرياح،
أي شيء فاين أو حتى مو فاين، يعني مودريت أو كورس، ممكن يبدي ينقلها إلى مسافات طويلة، وخاصة إحنا بالعراق عندنا هذا الشيء إلى مواسم معينة، ويبدي تنتقل من مناطق مرتفعة إلى مناطق منخفضة. هذه هنا صورة تمثل رواسب رملية منتقلة فوق المحيط الأطلسي. بالنسبة للنقل بواسطة الجرافيتي، تلاحظون هنا عندك الماس واستنج عبارة عن كتل كبيرة مناطق جبلية تبدي تساقط فجأة أيضا بفعل الجاذبية. هذه هنا عندك السلمب اللي هو الانهدام المفاجئ، هذه مناطق منخفضة مثل الأنهار أيضا بفعل الجاذبية. هنا عندك نقل بفعل الجاذبية للوس سيديمنتس راح تنتقل عبارة عن جلاميد أيضا بفعل الجاذبية، تسقط من مناطق مرتفعة إلى مناطق منخفضة. وكل هذا الكلام اللي ذكرناه هو نتيجته أنه يبحث عن مناطق، قلنا البيسن أو المناطق المنخفضة، أنه مثلا على سبيل المثال هنا عندك الجراند كانيون اللي هو خندق موجود في منطقة أريزونا من ضمن خلينا نقول ضمن مدن أمريكا. هذه هنا راح نلاحظ انه ترسبات تكون في البيزن، وتلاحظ النتيجة مال نتيجة التجوية كلها انه راح يتكون عندنا ديبوزيشن فورميشن. هذه النتائج، خلينا نقول هذه الرواسب البدائية، ثم رواسب وهكذا. واذا نلاحظ بهذا الشكل ممكن يفسر ان هذا السلايد اللي هي عملية الكومباكشن الإحكام، ثم عملية السمنتيشن اتساق مادة بمادة، وذكرنا احنا مثلا فرازات الحيوانات وغيرها، وأيضا عندنا الريكريستاليزيشن إعادة التبلور. إعادة التبلور هذا ينتج عنا أنه يتغير المعدن أو كيميائيا من معدن إلى آخر. وعندنا أيضا هنا الريبليسمنت، ايضا يصير التبديل بالمعدن من حال الى حال. وايضا عندنا السوليوشن هو الاحلال او التحلل اللي يصير بالصخور نفسها، يعني مثلا تتحول من صخور رسوبية الى متحولة او الى نارية وهكذا. زين، هذه ناتج التجويه، هذه ناتج التجويه هذا الشكل اللي هو عباره عن تكوين اللي هو يتعامل مع مهندس النفط اثناء حفر الابار النفطيه، حتى تفهم انت عندما تحفر البئر انه هذه انا جاي احفر في منطقه رسوبيه، شلون تكونت هذه المنطقه الرسوبيه. بالحقيقه هي نتيجه التجويه الميكانيكيه والتجويه الكيميائيه، تكونت عندنا طبقات اللايمستون، الدوليمايت، الانهايدرايت، الجبسوم وغيرها. زين، نجي هنا السلايد مهم جدا ايضا. نعرف انه الترانسبورتيشن اللي هو خلينا نقول الخاص بالتعرية، ممكن ان يكون بطريقة الكريب، طريقة النقل مالته، الزحف او الرولينج او السولتيشن او مد فلوز او سلامب او روك فولز او الافالانشز. وهذه هي طرق الانتقال، قد تكون طرق هي بالهواء بالويند او تكون ضمن الجليد او تكون ضمن الووتر. زين، ما اعتقد محاضرة سهلة، فقط يحتاج من عندكم انه كل موضوع من هذه المواضيع ذكرناه حاول ايضا تبحث عن بالجوجل، راح تطلع لك هواي معلومات حتى تترسخ ببالك. وهذا جدا مهم، موضوع التجويه التعريه، كون تتعامل انت مع الطبقات الرسوبيه، والطبقات الرسوبيه هي ناتجه عن التجويه، خاصه التجويه الطبقات السطحيه، بدايه التجويه الميكانيكيه ثم تنزل الاسفل، راح تلاحظ التجويه الميكانيكيه بكثره في طبقات اللايمستون، دوليمايت، انهايدرايت، الجبسوم.